سلام لنانته هون يتودد أشيو يهنسات بيت سبوق يوم لكتشر نثنين بزاريو قال إخزيابير راح جبراتشن عندك قال إخزيابير قال نكمارلن أبراتشون كويو كزات مرافولت كتر عند لا كتر رتلي أنا بارلو كليبي وجن عند سوهيرو يليبين لجعبا سيتي تومز أنسا وندل جمول لدش ملكم من دهون بايج جيزي سوستور ششجتشو إلى لكافلا شو در كتني حساب يوكابد من تسم تواتي هون بميلر اسنو يوكابد يا موسى الناتنا تلا تشلم دم الناقو بزات متصاف لا يتحرك أي جنيل عند زيهم دمو أرون تبالة وندل جالات ماريام تبالة سيت رجالات شات كموسى رفتي تولا دوم على تنو نام أرون نسوس تامت لج سالة ماريام دمو عند زيهم دم يكاف بلو يالة بأعري تلا عند أواج تاوجة يهم تاوجة وأواج بزدش مدروست إسرائيل أويان قبلهم إبراويان يميول دوت واندلج يقدر يميل نبر فرعون يسنجرو تفزاز مالتنا سلزي بزين وقت لاي يكابد سنة ساعة جنيتش بزي سنة ساعة نبر تشبت كذي لاي لسمات ميتشلو كبعد سميت يالي مثل يالي مكاتوم يهمي ولا دولج واند كهونة ندمت قدر لورقة أيان وده مدة مي قدر لورقة أيانات سلزي بنبر تشبت هني تاوست هنا تنكت وست ينبرت يمسلينيال. ندزي هم دعمو واندلج كولدج كسواعارا ندم ماينور ثاكارلج. سلزي من أروى تلتارج متشلو مسألينا برا. ناقزي أبهير يتشن سنة سهجون لج. إذن بهو دوست يالله ونسنس سهت لجن ديارجلات لتلمن تشلي هونال. بياس سوالو مسافك لسلا يللم برجت. نعركن بزة أواج بتنجربت كيزيلاي. واندلج كتولدج يقدر بتوالبت كيزيلاي. بزونا قروش ولا يمر عليه ما تويش لعله. لما نجزي أبيه بزيد هات لين نسأل نسفكره. لما نجزي أبيه وندلج كهونة يمني موت ليش تجنيال. بلال تشبت شلالج. إن فكت يا هون نجزي ألفو جت أجوارات تجزي ألفو. متولد بس جيسي درس. يباس مياس دنا قط أو نجار. يولد ليش ليش دعمو وندلجنو. سلزي الله ثام مارج. ندليلاو باعري تلين لو تاهق. لجوان لما تصل لفهم استأثنو. نجركن مساف كدوس ندمي نجركن بس دي غراغ غابي بهونا وست أنا دي إخزيابيرن لمن لجارة كبين بلا لتأيك بمتشيل بات فني تاوست يتشيت بأمنة ندبر تاچي نجرار يبراير مساف سافين ندمي نجرن يبراير مراف أسراند كتر حياة سوستلاي موسى كتولد ده بحالا ولا زوج شو ملك ملك هامز أرمونس لايو بأمنة سوست ورشة شجوت ينقصونم أج ألف روم بلوين نجرار يتشيت بس دي أسفري بهونا وست غراغ غابي بهونا سميت بمكاتوس هني تاوست هونا እግዚአብሔር ላይ ተታመን ነበር ትልቅ እምነት ነበራት ስለ እምነቷም ይመሰክርላታል የዕብራውያን መጽሐፍ ጻፊ እና አልፈራችም እሷም ባሏም ዛሬ ላይ በመኖርበት ህይወት ውስጥ በዚህ ዓለም ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ግንኙነት የማንፈልጋቸው ነገሮች ጸልየን ያልተቀየሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ለምነነው እግዚአብሔርን ያልቀየራቸው ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ ከሆነ ዋጋቢስ ነው ይሄ ከሆነ ከንቱ ነው ብለን በመናሰባቸው ጉዳዮች ላይ እግዚአብሔር ግን እኛ ለምነውን ተቃራኒ ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን እንደዚህ ሴት አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብን እንማራለን በእምነቷ በረታች በእግዚአብሔር ላይ ታመነች ወንድ ልጅ ይገደል በተባለበት ዘመን ውስጥ ወንድ ልጅ ከሰጣት እግዚአብሔር አላማ አለው ማለት ነው ልጅ ሲት ተመለከተችው እሱ ነው ለምን ሰጠኝ እግዚአብሔር ሆይ ይገደል በተባለበት ዘመን ላይ ለምን ወንድ ልጅ ሰጠኝ ብላ አላማ አደረችም ነገር ግን እግዚአብሔር በዚህ ልጅ ላይ አላማ አለው ማለት ነው ብላ አምና ለሶስት ወራት ሸሸገችው ነን የነጉሱንም አዋጅ አልፈራችም ምክንያቱም የሰጣት እግዚአብሔር ከነጉሱ በላይ እንደሆነ ታምናለችና ታውቃለችና ማለት ነው ወገኖቼ ዛሬ በጆቻችን ላይ ያሉ ነገሮች በህይወት ውስጥ በመንመላለስ ጊዜ በሚያጋጥሙን ፈተናዎች ውስጥ አንዳንዶቹን እግዚአብሔር ሆይ ለምን ይሄን አደረክብኝ ለምን ይሆነብኝ ብለን ምን ጠይቅ ምን አማረረን ነው ይሆን ወገኖቼ እግዚአብሔር በመንልፍበት ሁኔታ ውስጥ ከባድ ቢሆንም አላማ አለው ምናልባት ያኔ ያዘነችበት ዮካብድ ያዘነችበት አዝናብ ይሆን ኖሮ በሙሴ መወለድ ምክንያት ይሄ ልጅ ነገውን አልታይ ይሆን ይችላል በርግጥ ላይ ታያትም ይችላል በዛን ጊዜ ላይ እሱ ህዝብ ነጻ መውጣት የጀመረው ከፈርዖን ጋር መነጋገርና እስራኤልን በምድረ በዳ የመራ መውጣት የጀመረው በ80 አመቱ ነው ምናልባት ዮካብድ በዛን ጊዜ ላይ በህይወት ላትኖር ትችላለች ነገር ግን እግዚአብሔር አላማ እንዳለው በዚህ ልጅ ውስጥ ስላመነች ልጅን ሸሸገችው እኔና እናንተም እግዚአብሔር አስፈሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ እንደናልፍ ሲያዘን ነገሮች ዝግትግት ሲሉ እግዚአብሔር አላማ እንዳለው ልናስብ ይገባናል የተዘጉት ሰይጣን በመንገራችን ላይ ቆሞ ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ረስቶ ነው እግዚአብሔር ሳይያው ነገሮች ሰዎች ተነስተውብን ምናምን አይደለም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥም እግዚአብሔር ነገሮች እንዲሆኑ ሲፈቅድ በሉዓላዊነቱ እርሱ
አላማ ስላለው ነው። በእግዚአብሔር ላይ እንታመን፣ ልባችን በእግዚአብሔር ላይ ይደገፍ፣ ተስፋችን እግዚአብሔር ይሁን። ዮካብድ በእምነቱ ስለበረታች ይሄ ልጅ ታላቅ ልጅ እንዲሆን ማሳደግ ቻለች። ዛሬ እጃችን ላይ እግዚአብሔር ያስገባቸው ነገሮች የከለከሉን ነገሮች ከርሱ አላማን ጻድመን መለከታቸው ከሆነ ፍሬው ማየት እንችላለን። እንደ ዮካብድ አይነት እምነት እንዲኖረን እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ጊዜ።